طاهر الظلام، عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين. ولد في 15 نوفمبر عام 1889، وكان طفلاً نابغة لم تمنعه إصابة الرمد في 4 من عمره عن استكمال تعليمه رغم فقدان بصره. تخرج طه حسين من جامعة الأزهر وحصل على الماجستير ثم الدكتوراه من فرنسا، ثم تقلد منصب وزير المعارف ليحدث نهضة حقيقية في التعليم المصري. ترك طه حسين عشرات الكتب التي تمثل ثروة فكرية حقيقية، سواء في نقد الأدب وتاريخه أو في مجال القصة والرواية، وحيث قدم دعاء الكروان، المعذبون في الأرض، الحب الضائع، وغيرها من الإبداعات الأدبية. في 28 أكتوبر عام 1973 رحل طه حسين عن عالمنا، تاركاً خلفه تراثاً خالداً في الحركة الأدبية والفكرية.